السلام عليكم، أنا اسمي وسيم بركات، مهندس ميكانيك. سمعت بالدورة البي ام بي عن طريق الانترنت وسجلت فيها. من زمان بسمع في الكلام عن الدورة وأنها مهمة لعملنا كمهندسين، وسجلت فيها. والحقيقة كانت مفاجأة كبيرة أنه فعلا في حجم معلومات كبير كتير ومهم لأي مهندس. كمان الشيء اللي كان كتير جيد هو برأيي الانستراكتور الأستاذ إيهاب. الحقيقة بطبيعته بعفويته شدنا للدورة، وكان تقبل المعلومات أكبر بسبب طريقته بالشرح. أنا بصراحة ما عندي أي ملاحظات ولا أي تعليقات على طريقة الإعطاء. بالنسبة إلي شجعت كثير من أصدقائي إنه يسجلوا بالدورة في الدورات المقبلة بنفس المكان، وفعلا سجل أسماء أكثر من شخص. عملت لهم ريكومنديشن، واتمنى للجميع اللي هو حابب يشترك انه تكون الدورة عن طريق بالجامعة المفتوحة وعن طريق الأخ إيهاب شعبان. اتمنى لكم كل التوفيق.